نصبة الخيمة لمعرفة مصير سجاد فقط. تعرضت الخيمة لإطلاق نار من قبل شخص، والشخص موقوف بالأجهزة الأمنية ومعترف بكل الجرائم اللي مسوينها، وأبوه أحد الخاطفين وعمامه هم الخاطفين سجاد، ومعترف بكل الاعترافات. لحد الآن الاعترافات ما جاي ينطوني إياها، خلي ينطوني الاعترافات وينطوني مصير ابني، أريد مصير سجاد العراقي. ليمتي أخذوا قتلوا عادي الميت، أريد مصير ابني. يلا يا بطة بالعالم يمشي وين عزيز.